هواياتي المطالعه والقراءه والكتابه. اها يعني تقدر تقول الشعر شعر خواطر اقتباسات. حلو. يلا سمعنا شويه. انا ما اريد بعد شيء. ما سمعك هواي بس يعني ما حافظك. لا 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 فصحى مو عامي يعني. فصحى فصحى ايه. بس دير باك تخطئ باللغه العربيه يعني. بعد انت بعد شغل اذا تكتب شعر تقرا شعر خلينا نسمع يلا. يعني مو كلش حافظه. اتذكر اول وحده ان انا كاتبها وياك. ها اتذكر اول وحده ان انا كاتبها. انت كاتبها؟ يلا خلينا نسمع. اقول لك اربع ابيات يمكن اي شيء. اربع ابيات هواي ممتاز يعني اي شيء بس قصيره. يقول اعرف انك تريني وانا لا ارى. اعرف انك تريني وانا اعرف انك تريني وانا لا ارى. ماذا اقول في حقك يا ترى؟ هل انت ملاك ام شخص الا الشر يسعى؟ يلا يا فراشة تدور بفكري ولن تخرج عن ذلك المدى. بعد هنا ما اقدر اكمل. ها شنو هذا؟ لين يعني انت دخلت لي اللغه العربيه على الدارج مو شكل. يلا مو قلت يلا لانه انا يعني اسمع. لا يلا لا قلت يلا. اي لانه بعدت يلا. لا بالبدايه غلطت قلت لك يلا. اعرف انك تريني وانا لا اعرف. ماشي ماشي. اذا خلوا نروح على السؤال بعدين. بعدين اسمع شعر من عندك. اريد الشعر كلهم بالموبايل حاطه. كلهم بالموبايل. ما يخالف انا اقراها نيابه عنك. ماشي يلا. اذا يلا مهيمن. ايد ورا الظهر وايد على الطاوله والسؤال يقول اذكر مهنه للرجل يستفيد منها في منزله. شنو هاي المهنه للرجل اللي ممكن ان يستفيد منها ببيته؟ يعني انا مثلا كل شيء ما اعرف اسوي بالبيت. انا فنان. اي مهنه اي شيء بالبيت ما اعرف اسوي. كل شيء ما اعرف اجيب واحد. فاني اريد من عندكم تنطوني هذه المهن اللي ممكن الرجل ان يستفيد منها في بيته. شو تقول؟ يستفاد بها بيته؟ نعم. طبخ. ها؟ طبخ. ادري شنو الطبخ. المهنه اريد مهنه. اذكر مهنه للرجل يستفيد منها في منزله. ما عندك وقت. شنو هي؟ يلا مو هو قلتها. شنو هي؟ طبخ. طبخ طبخ قال. اذا يعني ما معناه طباخ. انطيني المهنه. شيف. طباخ. اصدقائي اريد من عندكم تسمعون السؤال. اقول لك اذكر مهنه للرجل يستفيد منها في منزله. لا تقول لي طبخ. قول لي طباخ. ساعدتك الساني للامانه. طبخ شنو؟ اقول لك المهنه يعني شو يسوي؟ يعني يطبخ. إذا طباخ المهنة.